السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازاي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. كل شويه اقول لكم وحشتوني، على فكره لما توحشوني بقول لكم وحشتوني. يا رب تكونوا بخير وبصحه، ويكون اكلنا دايما بيعجبكم. النهارده هنعمل ساندوتش لذيذ شويه، وممكن تعملوه للاطفال على فكره. يعني انا دايما هتلاقوا في حلقات كتير معموله للاطفال. المقادير اللي هنحتاجها معانا: شريحتين عيش توست، مايونيز، معلقه مايونيز بس كبيره، 3 شرايح تركي، بيضتين، ده كورن فليكس، شرايح طماطم، وشرايح جرجير فريش، عيدان جرجير فريش مش شرايح، سوري. هحتاج بولة هعمل فيها هضرب فيها المقادير بتاعتي اللي هعمل بيها الساندويتش. هكسر بيضة اوكي بالشكل ده، هزود معاها مايونيز، هحتاج بس مايونيز يعني مش كتير، نص معلقة كمان مش كتير، مش عاوز ازود مايونيز. وهحتاج معايا كمان، مش بحب احط المعلقة كده الصراحة، هحط معاهم ملح قليل جدا، مش عاوز احط كتير برضو، ده المفروض كده، اول مرة استخدمها دي، ايوه دول كفاية اوي. وكمان فلفل. الناس يعني بتخترع حاجات عجيبة، كانت البتاع بتلف مش عارف ليه عملوها كده، بس اوكي. وكمان اخر حاجة معانا في البيض الكورن فليكس. الكورن فليكس ممكن احطه كله، هي اصلا علبة صغيرة مش كتير. وبعدين ببدأ اضرب الخلطة بتاعتي كده، هقلبها بس شوية، عايز اكسرها شويتين، شوية ممكن تسيبها زي ما هي، بس انا بفضل ان انا اكسره شوية. بعد ما بقلبه كده هبدا اخد بالمعلقه واحط على العيش، انا اوريدي جاهز النار كويس، هبدا اخد بالمعلقه واحطه على العيش بتاعي، اوزعه عليه بس كده، مش عاوز كتير. كمان شويه، اهم حاجه نوزعه بس ما يبقاش كله في النص يعني. بالشكل ده بس كده تقريبا جهزنا العيش. هاخد العيش بتاعي وهحطه على النار الناحية دي شوية. أنا ممكن احط بس نقطة زيت زيتون، عشان كمان نقطة بس صغيرة زيت زيتون، الازازة دي كبيرة قوي يعني مش عارف، نقطة وهنا نقطة، بس دي نقطة كبيرة شوية بس. طبعا عشان الطاسة سخنة شوية فالزيت مجرد ما بينزل بيبقى يعني عاوز تحط عليه العيش على طول. حط العيش كده تاني، عاوز اخلي نقطة الزيت تبقى تحت العيش عشان ما يتحرقش بسرعة يعني. وبعدين اللي انا هعمله ده مش يعني مش عايز الناس تشوفه غريب شوية، ان انا عاوزين نقلب العيش بحيث ان ده يبقى هو اللي تحت، يعني الطاسة يبقى الوش ده هو اللي تحت. ايوه بالشكل ده، ده كمان بالشكل ده، بس هنسيبه ثواني. ايوه ثواني بس مش هنسيبه كتير، بعدين عاوزين نطلعه. يعني 10 ثواني، مش بلاش نزود اكتر من كده. بالشكل ده، وجهز الطاسة التانية بتاعتي.
الطاسة التانية كل اللي هعمله هو اني هكسر فيه البيضة التانية دي، احط برضو نقطتين زيت زيتون كده مش كتير، يعني هعمل بيضة واحدة بس، حتى زيت زيتون لو زودت شوية مش مشكلة، هو صحي طبعا زي ما حضرتك عارف. وهكسر فيها البيضة في الوقت ده. انا جهزت العيش، هبدأ احط عليه، بحب انضف دايما كل حاجة اول باول، احط عليه الجرجير على ما البيضة بس تجهز. ايه 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 بس خلاص كفاية، بدأت تعمل صوت، يبقى بسرعة نشيلها من على النار يعني طالما بدأت. ايه بس يا حبيبتي، خلاص حط جرجير عادي خالص بسرعة قبل ما حسنا، يعني مش عارف ايه اللي ممكن تعمله الطريقة دي. جرجير ممكن نحط كتير، سوري دي عندي جرجير ممكن نحط كتير. بعدين نحط شرايح طماطم، شرايحتين قدام بعض بس كده، ده كمان شرايحتين كده. وبعد كده اخر حاجة عايز احط التركي، سموكت تركي دي اتنين ودي واحدة، اصلا هو كل ده ساندوتش واحد، عشان الناس تقولي حطيت هنا اتنين وانت اللي هتاكله والناس تانية تاكل واحد، لا هو ساندوتش واحد بس. وبعدين اخد البيضة بتاعتي اللي انا مسبتهاش على النار كتير عشان كانت بدأت يعني تعمل حاجات غريبة، عاوز انزلها على الساندوتش بتاعي بالشكل ده. الله، اول مرة اعمل بيضة يطلع شكله حلو، تخيلوا يعني عمري كله بيضة بتبقى عاملة كده، طلعت سليمة المرة دي. ده ليه سخن ده؟ يعني ولع لي في دراعي. ايوه طلع سخونة رهيبة. بعدين بمسك الناحية التانية من غير ما ابوظ الدنيا، هبوظ الدنيا تقريبا. ايوه هو ده الساندوتش اللي انا كنت عاوز اقدمه لحضراتكم النهاردة. عاوز بقى انضف بس المكان بسرعة كده. فين الطبق بتاعي؟ الطبق بتاعنا اللي فيه البطاطس بالشكل ده، وقدم عليه الساندوتش. الساندوتش ده ممكن نثبته بتوست باكس بعد كده، يعني لو انتوا بتعملوه في البيت ممكن تثبتوه بتوست باكس. كل ده طبعا هنضف مكاني بعد ما ابقى مع حضراتكم على طول. اهم حاجه طبعا ما ننساهاش هي الحاجه الساقعه. الحاجه الساقعه يا ريت الناس ما تعلقش على اللون، هي دي حاجه ساقعه عاديه خالص وكلنا بنشربها، بس ما ينفعش طبعا، حضراتكم عارفين عشان الاعلانات. ساندوتش كان بسيط واستخدمنا فيه كورن فليكس، يعني دوره مفيد خفيف ما فيش فيه حاجه. البيضه تعتبر نص سوا، ما حمرتهاش قوي. جرجير مفيد جدا، تركي سموكد، ساندوتش كان خفيف وبسيط، ويا رب كلكم تحاولوا تجربوه في البيت وتعملوه للاولاد الصغيرين وانتوا كمان تاكلوه بالف هنا وشفا. كان معاكم ماهر، اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه على خير، ويا رب تكونوا كلكم بصحه، ويا رب الاكل يعجبكم. باي.